بسم الله الرحمن الرحيم المكرم هيئة التحكيم المكرم رئيس الجلسة المكرم ضابط الوقت ويا أيها الحاضرون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حمدا وشكرا إلى الله تعالى الذي قد أعطانا نعمة وبركة وهداية حتى نستطيع أن نحضر في هذا المكان المبارك. الصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد اخرج الناس من الظلمات الى النور او الى صراط مستقيم وبعدها ساعرف نفسي اسمي فريده فضلنا فضلان من المدرسه الثانويه المحمديه الاشرغسي اود ان انا هذه الخطابة تحت الموضوع جيل المحمدية المتقدمة في الزمان المعاشر، أيها الهادرون الكرام، وجدنا معلومات عن الشبان في الصحائف، إذا نتحدث عنهم فنرى أن لهم دور كبير في البناء والتبرع ودافع تطور البلاد، هم مهاة الآمال التي تحاولونهم لأجل هوية هذه بلدة الطيبة. عالم كبير بإندونيسيا الدكتور يوسف القرضاوي قال: "إذا أراد أي يرى بلادا في المستقبل، فرأى الشبان اليوم، انطلاقا من ذلك القول، أعرف أن الشبان دور كبير ومهم لبلدة ولا سيما دورهم في المستقبل، لماذا؟ لأنهم سيصبحوا قائدا وسيحل محل الأجوز في أحد الأحاديث ذكرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلينا جميعا بأننا نستفيد خمسة أشياء قبل وصول خمسة أشياء أخرى أحد منهم هو استفادة من الشباب قبل وصول السيخوها كما في مقالة المشهور شبان اليوم رجال الهد أيها الحاضرون الكرام في عملية تجديدها لم تهابل المحمدية فقط تشكيل كوادر نوعية يمكنها أن تلعب دورا في تنفيذ المسال الأولية للجمعية ولكن أكثر من ذلك تحاول المحمدية أيضا تكوين كوادر نوعية يمكنها المشاركة في النهوض بالدين والأمة ويمكن إثبات ذلك من خلال النظر إلى السجل التاريخ للمحمدية منذ بداية تأسيسها وحتى وقت الحادث، والآن يقع على آتك جيل الشباب المحمدية التزام بتطوير نفسه في مختلف الجوانب مع الإستمرار في تعلم القيم الإسلامية والحفاظ عليها، ويجب أن يكون قوادير المحمدية أيضا أساس مفتوح لفكر الإسلام في الإستجابة للأسر.

فرقوا بين الخير او السيء دون التفكير فيها اولا. كما قال الله تعالى في سوره المائده الايه الثامنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم سنآن قوم على ألا تعدلوا إذلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وبناء على شهد تفسير القرآن فإن آية السابقة هي أمر الله للمؤمنين أن يتعاملوا على كل أمور بإناية وأمانة وإخلاص Iktafaitu huna kalami Ida wajat minni hotan Fa min nafsi Wa in wajat minni sawaban Fa min Allah Wa akhir Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh